قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة ترفض سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي. اعتبر شكري أن الأسباب الرئيسية لعدم القدرة على إدخال المساعدات من معبر رفح تتمثل في السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيطه وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر احتقان. استنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تواجهها غزة، مطالبا إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.